وحول قرار نقابة المحامين العراقيين رفع دعوى بشأن القضية أو بشأن الانتهاك الذي تعرض له الفتى محمد ودور النقابة في ذلك، تنضم إلينا المتحدثة الرسمية باسم نقابة المحامين في العراق من بغداد السيدة علياء الحسني. أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. ست علياء، قررتم أنتم في النقابة تشكيل فريق لإقامة دعوى قضائية خاصة بالفتى المتظاهر محمد، بداية ما الذي دفعكم لاتخاذ هذه الخطوة؟ بالبداية أساسا إحنا نقابة المحامين منذ تأسيسها هي المدافع الأول عن حقوق الشعب العراقي، والدليل أنه إحنا في فترة المظاهرات تشرين اللي السنة الماضية كان كل أسبوع يصدر عندنا بيان خاص بالمغيبين والمعتقلين، وشكلنا فرق عديدة، حتى هذه اللجنة اللي على عاتقها أخذت قضية الفتى محمد أو حامد هي اللجنة تشكلت أصلا بالمظاهرات، كانت حاجة ماسة لأن يكون فريق متطوع من قبل المحامين لمتابعة شؤون المتظاهرين في السجون أو المعتقلات بالأحرى. الموضوع اللي صار أنه فور أنه متابعة النقابة ومتابعة رئاسة اللجنة وسيد النقيب لوضع الطفل أو الفتى محمد، تم الإعازة للجنة حقوق الإنسان في مقر النقابة، وتحديدا جماعة المرصد القانوني، هذه مجموعة عندنا من المحامين الناشطين اللي راحوا نفس يوم ثاني يوم من الحادث، زاروا الفتى في مركز شرطة باب الشيخ وطلعوا على الاوراق التحقيقيه اللي تخص اعتقاله وتكفلوا بالموضوع، وهم يتابعون الموضوع حاليا. طيب ست علياء، انت ذكرتي انكم شكلتم العديد من اللجان فيما يخص المغيبين والمعتقلين في العراق في الفتره الماضيه، لكي يفهم الناس ذلك، هل تجاوبت معكم الحكومه العراقيه او اللجان الامنيه او القوات الامنيه في خصوص ذلك ام لا؟ رسميه كثير من الكتب، احنا كان كل شخص تجينا عليه حاله اخبار من ذويه، نفاتح مفوضيه حقوق الانسان، نفاتح رئاسه الجمهوريه، المخابرات، كل الجهات الامنيه بالعراق، وتقريبا احنا كانت عندنا 6 جهات رسميه حاطوها بشكل روتيني، وكانت كثير من الاجابات تجينا، يعني انا اذكر حاله احد المستضعفينات كنت متابعتها، معتقل طلع احنا اهله يقولون ابننا مغيب وما نعرف وين، جهه مخاطبته. بعدين طلع موجود معتقل بسجن المطار لان شارك باعمال تخريبيه، بعدين تابعنا الموضوع وطلعناه بكفاله كنقاب. فالكثير الكثير من الحالات اللي وردت للنقاب. طيب فيما يخص الفتى محمد، على اي سند سيتم رفع الدعوه وما هي طلباتكم في هذه الدعوه والتي ستقيمونها، ومن الاطراف التي ستخاصمونها في هذه الدعوه؟ اولا الدعوه تعتمد على مراجعه ذوي الفتى للنقابه. نعم. على ضوءها ممكن يعني نعمل وكالات لمجموعه من المحامين اللي حيتطوعون مجانا للدفاع عنه، او مو بالاحرى مو الدفاع عنه، لاخذ حقه، لان تعرف هذه المساله مساله اعتباريه ونفسيه، وهذا حدث. اولا لا يجوز تعذيبه وتعنيفه امام كاميرا، ثانيا ما يجوز هذه الالفاظ المبتذله اللي تلفظوها بحقه وبحق امه. ومجرد انه هو دا يعروه من ملابسه، هذا يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الطفل ولحقوق الانسان في القوانين، الدستور العراقي نفسه من اعلى هرم تشريعي بالعراق، هم خالفوا كل القوانين وكل التشريعات الانسانيه. طيب محمد هو واحد من مئات الناشطين والمتظاهرين الذين اصيبوا او اهينوا او عذبوا، وهناك من قتل خلال الاشهر العشره من عمر ثوره تشرين، ما الذي يمكن ان تقدمه له ولهم نقابة المحامين العراقيين؟ النقابة أبوابها مفتوحة لأي شخص يحس نفسه تعرض لأي أذى من أي نوع نفسي أو جسدي، وراح تتخذ إجراءات قانونية بحق الجهات اللي تعرضت. الكثير من حالات شفتنا بالنقابة واللي أنا يعني ممكن مطلع عليها أول بأول، في حالات كبار قوي الضحايا عن فقدان أو تنييف أبنائهم، وكل هالامور تتم شفاف المتظاهر او ذوي فيهم او تعرف موضوع اجراءات تحكم. وجائحه الان وقفت عمل المحاكم، يعني اغلب الدعاوى ما انحسمت حتى نعلن عذاب، الموضوع متوقف على الظروف الصحيه في البلد. ست علياء، لنكن صريحين، هنالك من يتخوف او العديد من الناس يتخوفون حتى لو تعرضوا لأي انتهاك يخص حقوق الإنسان
أن يتكلموا بهذا الشأن خوفا من سطوة الميليشيات أو القوات الأمنية، كيف ستساهمون في الحد من هذه القضية الأساسية؟ بالحقيقة هواي حالات هم يسجلون شكوى بالنقاب. احنا نقول لهم لازم تسوي إخبار أمام المدعي العام، هم يخافوا كل عمر مركز يريد يروح محكمة لأن فيها قوتنا ممكن تأذينا، وهاي تعرف إنه بعدهم يراقبون. وأغلب أهاليهم أصلاً سووا فقدان، يعني تجي حالة الأبن سووا فقدان ابن فقد، الابن ورا يومين يظهر، المركز الشرطة يخاف الابن يقول له تعال كمل إفادة المركز، أنت شلون رجعت كذا، ما يقبل يروح يراجع، لأنه الجهة اللي مختطف تمهدته إنه ما يروح لا يبلغ مركز الشرطة ولا يبلغ أي جهة، تعرف؟ فمجرد الإخبار يطلع لنا بالنقابة ما يروح يتحرك، يعني ما ياخذ إجراء قانوني، هو ما يقبل الشخص المعني. طيب، لجنة حقوق الإنسان النيابية وهي ليست الوحيدة تقول إن العراق من الدول الأولى في انتهاك حقوق الإنسان بالعالم، حسب رأيك ما هي أسباب تدني الوضع الحقوقي في العراق؟ احنا عندنا قوانين نافذة، قوانين العراقية قوانين رائعة ممتازة، المشكلة بالتطبيق وآليات التطبيق، أدوات التطبيق المعدومة للحقيقة، يعني هو ماكو شيء بالمنطق يقول لك هاي قوات حفظ النظام تعتدي على صبي حدث، يعني هو قاصر هذا الحدث، يعني حتى إجراءات التحقيق معه إن كان متهم بدعوة أو بقضية حتى لو بجناية مو بهذا الطريقة، يعني لو كان قاتل هذا الحدث ما ممكن تستخدم عليه أو ضد هذه الإجراءات إنه يتعرى ويتحلق شعره بآلة حادة ويسمع هذا الطاغ المبتذلة من الجهات الحكومية أو الجهات الرسمية اللي تتحقق وياه. هذه مو طريقة تحقيق، هذه طريقة تعذيب. نعم، من بغداد المتحدثة الرسمية باسم نقابة المحامين في العراق السيدة علياء الحسني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.